تعوا يا ولاد ملوا الساحات علوا المراجيح نفرح ونطير. شكلت هذه الساحة التي تطلق عليها تسمية بحر العيد عنصراً أساسياً من طقوس عيدي الفطر والأضحى في مدينة صيدا منذ خمسينيات القرن الماضي. بحر العيد هو أسسه جدي اللي كان إنه هو عنده دويخة، رجعنا إنه أيام زمان وهيك، وبعدنا ماشيين على هذا الشيء هذا على أيام جدي. نحن يعني أيام جدي رجع بي، رجعنا نحن هلأ. كان بالأول العالم كله سوا فقيرة معطرة، إن كان كله سوا تتراكم على بحر العيد، يعني اللي معه واللي ما معه يجي يعب على بحر العيد. ما معك مصاري تعا طلع، ما بأثر أكني. كان هذا بحر العيد كله سوا لتحت تحت، مش زي هلأ. هلأ صار محصور حصر. نحن يعني عم نحاول نخلي بحر العيد لأنه هو هذا تراث العيد. لم يفقد هذا المكان السبب الأساسي الذي أوجد لأجله، وهو زرع الفرحة في نفوس الأطفال بأقل تكلفة مادية ممكنة. والدليل أن عدداً من الرواد ما زال يقصده لهذا الهدف، إضافة إلى من يريد منهم أن يعيش أطفاله لحظات السعادة والبساطة التي عاشها هو. هوني أرخص وهيك تعرف أنت توفير. من زمان بجيبه من هون، من شي 6 سنين من أول ما وعيه، إنه رخيصة ومنيحة متعودين عليها. من يوم ما أنا خلقت على الدنيا وهذا بحر العيد، هذا بحرنا، بيتنا هي، عفوا هي بيتنا، هيدي البنية بيتنا، هي نحن وظهرنا من هون. وكل سنة إذا ما جينا لهون معناته ما عيدنا، فعم نعود أولادنا إنه بنيجي لهون بالقبل وبعدين بنروح لمكان تاني. طوال 70 عام تغيرات كبيرة طرأت على مدينة صيدا، شوارع عديدة غيرت أسماؤها وشوارع أضيفت إلى خريطتها، إلا أن بحر العيد بقي بحر العيد. هند الملاح، قناة الجديد.